كبيرة من الجانبين منذ الوهلة الأولى. صراع تكتيكي فوق أرضية الميدان والبحث عن الاستحواذ على الكرة. وبعد مرحلة جس النبض، جمعية وهران عرفت كيف تسيطر على الكرة وتتحكم في زمام الأمور. ففي الدقيقة 15 أصحاب الأرض يستفيدون من ضربة جزاء بعد عرقلة المدافع الأيمن علي العريبي في منطقة العمليات. الضربة تولى تنفيذها المهاجم الهبيري بنجاح، مفتتحا بذلك مجال التهديف. بعد هذا مخالفة مباشرة من بالعريبي وكرته تصطدم بالعارضة الأفقية لتتولى الحملات الهجومية على مرمى الحارس دوخة الذي أنقذ مرماه من عدة أهداف محققة. وفي الثواني الأخيرة للمرحلة الأولى جاءت هذه التسديدة من اللاعب هدلي من قبل جيل عين الدفلة لينتهي الشوط الأول بنتيجة هدف دون رد. المرحلة الثانية عرفت جمعية وهران كيف تسيطر على مجريات اللعب وصنعت بعض الفرص السانحة للتسجيل. جيل عين الدفلة خرج من قوقعته وحاول نقل الخطر إلى مرمى المنافس ولكن بدون جدوى في ظل التكتل الدفاعي لعناصر الجمعية. وفي الدقيقة 60 جمعية وهران تتمكن من إضافة الهدف الثاني بعد أخذ ورد في منطقة العمليات. والبديل أكيل في أول لمسة للكرة يسكنها الشباك بهذه التسديدة التي غلطت الحارس دوخة. وكاد أصحاب الأرض أن يضيفوا الهدف الثالث لولا التسرع لتنتهي المواجهة بتفوق جمعية وهران بنتيجة هدفين دون رد أمام جيل عين الدفلة.